السلام عليكم ورحمة الله. هاي الفيديو اللي وعدتكم اني بتكلم فيه عن الثلاث عطورات من ميسن مارجيلا، كلهم من كوليكشن مال ريبليكا. العطر الاول باي ذا فاير بليس، الثاني جاز كلب، والثالث والاخير اكروس سانس. ما راح اتكلم وايد، انا بخلي الشباب هم اللي يقولون رايهم بكل شفافية. اكثر واحد اللي ريحته حطب. باي ذا فاير بليس. اي واحد هاي؟ باي ذا فاير بليس. اي هذه. هذا هو احلى واحد فيهم. وانت؟ لا انا عجبني الاسود صراحة. الاسود اكروس سانز. ثاني واحد الاسود. ثالث واحد هاي، كلهم حلوين. هاي والله، هاي يفوز. اي واحد، انزين وين رشيته؟ رشيته هني. اشوف. ايوه. صح هو. صح خلاص. تخصص. والله تخصص. امانك تعال. شميت. عندنا عطورات جديده. هذا اقوى واحد. اي واحد. بعد انت؟ هذا اقوى واحد. اكيد. هذا اقوى واحد. واللي يشتريه ويحس ان العطر خايس ياخذ بعد يشتغل. اشكرك على النصيحه. ادري اذا حطيت العطر في يدك او في الثياب هو احسن. لكن اذا انت تبي تحط اكبر عدد من الناس وتسالهم من دون لا يشوفون الغراش ويقيمون من الاسامي، هو انك تحطه في ورقه وما يعرفونهم اي ورقه اي عطر. سوري، اي ورقه حق أي. المهم هاي احسن طريقه. نزعت هاي ماك بيها. اختار واحد بس. هذا الحطب. ايه صح، باي ذا فاير قوي هذا. الحطب اقوى شيء. الحطب باي ذا فاير بليس. اوكي تسلم حبيبي. هذا والله شوف، هذه باي ذا فاير بليس. حلو بس هاي عود مخلوط مع ايه صح. هاي عود. هاي عود زين. اي واحد احسن واحد بالنسبه لك؟ لا هاي لا ما احضر. اي واحد اشوف هاي خلى. لا اوكي باي ذا فاير بليس. هاي وهاي بس اي واحد احلى؟ والله اللي يحب العود ياخذها. يحب العود مخلوط مع مخلوط مع تمر ذي. ايه. اوكي وبهارات. اللي يحب هاي العطرات العاديه ما اعرف شو اسمها خلطه. اوه اي اي هاي حبيب تسلم. انا استبعدها من القائمه. والله باي ذا فاير بليس حرام عليك. زين عطني رايك. شمهم كلهم ها؟ لا اوف عكسك حمد. هذه هي ما يحب له. هاي ريحته خفيفه بس حلوه. كنت حاس. جاز كلب. هاي حلوه؟ هاي البست عندك. عكسك. تعبان. اوكي مشكورين. اقوى واحد ها؟ هذه؟ اي. هذا اقوى شيء. هاي البس. احلى شيء شنو؟ احلى شيء بعد هاي؟ غريبة. صراحة هاي الاس هاي صح؟ ايه الاس هاي. هاي احلى شيء صراحة. اكروس ساند. تفضل كيف؟ الله الله. تعطر وتردها ها؟ عطرك تسمح فيه. زين زين اصبر اصبر النظارة. خذ راحتك خذ راحتك. انت حق لك صراحة. ما انت حق لك. انصحكم فيه. حليوي اسحب الشلطة. دقيقة. اسمه باي ذا فاير بليس من ريبليكا. ممكن استعمل. خذ راحتك ابو عليك. راحتك. قوي والله جمال. ما حد مش معطل. اسكت انت وليد. تكفى وليد امشي وليد. تعال
والله ما شاء الله ابو عبد الله. لا كولكشن ريبليكا من ميسن مرجلة بشكل عام إذا جندر أنانيمس أو خلنا نقول يونيسكس، فلا يغركم مكتوب عليه فور ميل ولا فور فيميل، ولا يغركم كذلك إذا مكتوب عليه أودو تويليت ولا أودو بيرفوم، كلهم ما شاء الله أداهم ممتاز. وبالعكس في بعض العطورات مثل باي ذا فاير بليس أودو تويليت بس أداء وايد أقوى من عطورات أودو بيرفوم نفس أكروس ساندز. الحين المنافسة كانت أكثر شيء بين هالاثنين باي ذا فاير بليس وأكروس ساندز، جاز كلب شوي اللي صوتوا له وكان دائما يعني السكندري في الأوبشنز، فهذا ماس بليزنج يعجب الكل. يمكن ان ريحته مش واو بس تعجب الكل. في النهايه مجال العطور مجال وايد واسع، ومثل ما شفتوا معي في الفيديو كل واحد له ذوقه، فاختار اللي يعجبك انت واختار الريحه اللي انت ترتاح لها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.